اداء جامعه قناه السويس النهارده هاي. النهارده جامعه الازهر في مشكله في ادائه. طبعا الهلباوي خطف 25 نقطه في ضربات الجزاء، هي دي اللي فرقت في ماتش النهارده. اجابه صحيحه. المسؤوليه كانت كبيره عليا ان كان لازم اتعادل عشان ارجع فريق في المباراه، الحمد لله قدرت اجيبه، ولكن الهدف ازاي بيتخطف مني؟ بعد ما خطفت الهدف الثاني في ضربات الجزاء حسيت ان احنا ممكن نحسن ضربات الجزاء اكتر، بس طبعا الموقف اتغير، بس الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد هدف الزمن. طبعا لو جامعه قناه السويس كسبت اول ثلاث نقاط اتعقدت المجموعه دي جدا. ان شاء الله نجيب اعلى سكور في فقره عدد الحظ ونفوز بالمباراه. خلينا نشوف عدد الحظ هتكشر وهتبتسم لمين؟ نروح نشوف ايه اللي هيحصل مع عدد الحظ.